انا المسؤوليه ديال نحمل هذوك الناس الاطباء اللي هما اللي هملوني شمشي هما اللي هملوني ولاحوني في واحد الكولوار دوك صحاب الانعاش هادي هملوني هما اللي السبب ديالي في هاد ما كون اعتنوا بيا ما كنتش حيدوا لي هاد الجمجمه نص الجمجمه ديالي دابا انا كتافي رجليا دابا انا وليت دابا انا ما بقيتش وليت وقفت ما بقيت لا نخدم على راسي لا على ولادي لا والو دابا انايا وليت وحده في الدواء ديالي ما بقيتش لاقيت باش نشريه اختي هي بوليداتها امي مرا كبيره مسكينه وبالفقر ومع مسكينه يلاه تكافى مع وليداتها ما عندهاش همسي خوتي تا هما كل والله يكون في العون كل واحد على قده وانا تغلبت هذا ما لقيتش باش نشري حتى الدواء ما لقيتش لاقيت باش نشريه وانا كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن كاع اللي غادي يعاون هاد من الناحيه دي بالنسبه لي انايا الله يخلصه والله يجدد عليه على الله يعطيه الخير هو ووليداته ومعز عليه وانا راه تهملت ديال بصح انا دابا راه ما بقيت دابا انا كنقدرش نمشي بوحدي في الطريق عشان مخطره كنطيح كنت مغادي بوحدي حتى كنطيح ونقدر نطيح على راسي الله يحفظ من جميع نموذني بعد خطرت كنطيح على جنبي كنحاول نطيح على جنبي وما كان رجليا دابا بجوج رجليا دروني كتافي لا دروني ما نقدرش فهمتي ما نقدرش دابا تريك ولا بغيت نصلو تنقول للمراه ولا لاختي ولا خويا نصلو ليا دابا انا اللي هملوني هما دوك الناس اللي في الانعاش هملوني تكرفصوا عليا انا شوف الله سبحانه وتعالى واش يغفر لهم ولا ما يغفر لهم انا خت هذا السيد هذا اللي دار واحد الحادثه سير في شهر 7 ديال هذا العام ومهم اتصلنا بواحد السيد جا قالها لينا ومشينا لحقنا عليه في السبيطار ديالنا هنايا المهم مشيت معاه في الامبولانس انا والاخ ديالي مشينا هو مضروب في الراس كان عنده ضربه اللور ومشينا ماشي في شار... ماشي في باياس ماشي مش غاديين به في في شاريو كروسه غادي وكي المهم وصلنا للسبيطار ديال بن رشد المهم دخلوا المستعجلات ما بغيتش نبقى نهضر في التفاصيل اللي هي راه هي كثيره ولكن غادي نحاول غير نلخص شويه دخلنا لبن رشد بني دخلنا لبن رشد ان السيد عنده ضربه في الدماغ ديالو اللور وان عنده الدم نزيف داخلي على برا كتبان غير واحد الجرحه صغيره ولكن منين درنا السكانر لقينا ان عنده نزيف داخلي كينزف المهم في سبيطار المستعجلات لقينا واحد الدكتور واحد هذاك النهار تعامل معنا صراحه ديال المستعجلات شدو درا السكانر وهذا قال لك هذا غادي يبقى المهم بقى نهار 3 ايام قالوا لنا خصو يخرج مشينا انا طلقت مع واحد السيده قالت لي خصك تشوفي طبيب الراس تقلبي على طبيب الراس يقول لك شنو كاين المهم مشينا قلبنا على طبيب الراس شاف السكانير وهذا قال لك هذا ما خصوش يخرج علاش لان عنده الدم شتت ليه في الراس عنده الدم ماشي في بلاصه وحده عنده مفرق ليه في الدماغ ديالو ما محتاج العمليه الله اعلم ما لقيناش اللي زعما يقول لينا يعني بقينا من الاربعاء دخل من الاربعاء حتى الاربعاء سيمانه وحنا تما كنباتوا تمايا هو كيبات في الانعاش غير حاشاك غير في الكولوار راه ما كيباتش في ديري لي زعما العنايه المركزه وداك الشيء ما كاينش كنشوفوا فيه راه هو كنطلعوا ليه بلاك كنلقاو راه في الكولوار ملي كنقولوا ليه كيقول لك لا راه خصك تديه راه صافي ما بقى عنده حتى شي حاجه خصك ديه انا الطبيب خرج عندي قال لي سيري دي خوك راه ما بقاش ليه الدم في راسه اذا كذب عليا انا مشيت عند الطبيب تاع الراس قال لي لا راه باقي لي الدم في راسو راه خصو يبقى هما الاخرين ديال الانعاش كيقولوا لك خصهم يديوه لعندهم هما الطبيب بلاصه الراس وصبر الراس كيقول لك ما عندهمش بلاصه خصو يبقى تمايا تنشوفوا شنو المهم باش شي طبيب يجي يشرح لك ويفهمك حنا على قد الحال يعني الانسان راه غير قرا تاعي وراه ما غاديش يفهم الطب يعني غيجي يبسطوا لك المساله ويشرحوا لك شرح مبسط باش تفهمي ما فهمناش بصراحه ما عرفناش شنو كاين كنسمعوا خصهم يدخلوه بقينا بحال ما هكاك اليوم غدا ما بغيناش نجيبوه النهار الاربعاء لقينا خويا محيدين لي حوايجو كاملين ما عندوش ملابس والو ملبسينو اللبسه ديال كورونا وحاطينو قدام الباب لا مانتو لا مخدتو والو صندالتو والو والو ما لقينا والو مشيت كنجعد واحد الطبيب صراحه واحد الطبيب ديال الراس الله يجازيه بخير هذاك السيد تعامل معنا عطانا الوقت ما نكذبوش على الله عطانا الوقت شرح ليا تهزي خوك تديه تعتني به في الدار ولا وقعت له شي حاجه غادي ترجعيه الا دخل في غيبوبه ولا تقيا ولا المهم عطاني شي حوايج باش نقدر نرجعه هي هذيك جبناه في ديك الليله حيت ما يمكنليناش نبقاو خالينو مليوح وعريان وبحال مقطع به الحبل راه البنادم كيموت بالاهمال وقع
قسما بالله هادشي راه قدام عينينا، وحنا راه ماشي فرقنا، حنا راه بقينا معاه 24 ساعة على 24 ساعة. خليت ولادي، خليت ما نعرف، خليت كلشي وبقيت معاه، لان ما يمكنلكش. بقينا سيدي صافي، جبناه ديك الاربعه، بقى سيمانه في الانعاش، ماشي في الانعاش، في الكولوار ديال الانعاش ديال المستعجلات. انا كنأكد على ديال المستعجلات، ماشي الانعاش ديال الاونز ولا ديال السيس، صراحه في بنو رشد. جبناه، منين جبناه السيد ماشي هو داك، راه اصلا هو راه بحال مسطي كيتم غادي بوحدو، كانوا رابطينو، دايرين ليه رابطينو، راه كان هنا كله مدبر، راه كلشي كانوا عندي في التصاور ديالهم، رابطينو من رجلو، رابطينو من يديه، ماشي هذاك الربيط ديال رحمه الله، راه الربيط ديال بويا عمر كان زوين، هذا راه اكثر من بويا عمر، يعني كان كيتعامل واحد المعامله ما تخيلش. حتى من الماكله كنا كندورو مع الدراري اللي خدامين تما باش يوكلوه، حيت هو ما كيعرفش ياكل، كان الا بغى ياكل يلوح يطوع، الا بغى يشرب الماء ما كانش عنده العقل السيد، ما عرفناش، المهم كان الدماغ ما كاينش عنده. قال لي الطبيب بسبب ديك الدم اللي كان لي في الدماغ ديالو هو اللي داير لي ديك الحاله. هي ديك جبناها اخويا بالاربعه، جبناها في العشيه، عطينا هذاك الدواء اللي عطاونا وبقينا كنشربوا فيه. السيد ديك الليل كامل بشويه 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 دخل في غيبوبه تامه، دخل في غيبوبه. عاود الغد مع الصباح رجعناه، لدينا شدينا لومبيلونس ورجعناه، رجعنا مغيب صافي، السيد ميت ميت. دخلوه ديك الساعه، بقينا خلاو، بقينا حنا تنتغاوتوا معاهم، تنطلبوا فيهم، اللي نطلبوه نطلبوه، اللي ما نعرف، المهم دخلنا ما عرفناش اش غنديروا. عاد جاو شافوه وداروا لي سكانير، والطبيبه تاع واحد الطبيبه مسكينه الله يسمح لها شافته، تقول لنا واه راه الدم نقصلو من الراس ديالو، راه ما بقاش، راه الحاله كتحسن. واش الحاله كتحسن هو السيد في غيبوبه؟ ما فهمناش. المهم عاد شافته شي طبيبه هي اكبر منها، المهم كيتصلوا غير بيناتهم بالتليفون داكشي مع بعضياتهم. المهم عاد دخلوه الغد ليه مع الصباح، عاد دخل دار لوبيراسيون، بان قالوا لينا هما، قالوا لينا ان داك الدم بحال دار ليه الدماغ ديالو، المخ ماشي المخ، العظم تنفخ، تنفخ له العظم بسبب داك الدم تنفخ، اضطروا انهم يحيدوا لي طرف من الجمجمه لان داك العظم تنفخ. صافي السيد كان كوما، دخل كوما، قالوا لينا، قلنا لهم عطيونا نسبة ديال زعما واش، قالك ما نعطيكم حتى نسبة هاد الحالة، وهاد العملية كبيرة، ويقدر بنادم ينجى منها، وإلا نجى منها يقدر يبقى مشلل، يقدر يبقى معاق. المهم ترجينا الله، طلبنا الناس اللي طلبوا معانا، المهم الناس كاملين طلبوا معانا، طلبنا الله، صلينا، قمنا الليل، الحمد لله ربي ما حافاناش، الحمد لله. بعد كنجو 15 يوم فاق، حل عينه فاق. حنا ما كناش شايفين هاد حيت كنا كنشوفو غير من الشرجه، ما شناش انهم حيدين لي الطرف من دماغه. حنا نهار شفناه راه دوزنا زيت، وراه صافي حنا بكينا عليه، السيد بقى يضعف يضعف يضعف. نهار اللي خرجوه لينا قال صور غير فاقه، ندير لك فراسك، هما في الانعاش ديال الاونز الله كاين اللي اعتنوا به، راه غفاق، قالوا لينا ديوه غير فاق صافي، كي غير فيق كيفيق بنادم كيقول لك ديه ما تخليهش، يعني حنا كيفاش غادي نعتنوا به؟ عرفتي جبنا ليه الدراس ومن اللور خامج، هذاك ملبقي ليه شي لحمه اللور وخامجين، ما عرفناش حتى كيفاش، ما قالوا لينا لا سواني وليه ولا فين تديه، ولا عاودوا رجعوه من هنا مفروق العمليه من هنا بالخيوطه ديالهم، عاود من هنا ثاني كلشي مغرز. كي غنديروا ليه حنا؟ حنا ما كذبوش عليك، حنا من عطاوه لينا قلنا صافي هذا عطاوه لينا غادي يموت في الدار. جبناه راه صغير وباللبسه، واحد اللبسه في شكل وكاك مغرز، وهو داك الشيء الطروفه هنايا ملصقين لي داك اللحم وباقي خامج داك الشيء، ما قالوا لينا ديوه لهاد السبيطار صافي غديوه غديوه. ومن بعد واحد 10 ايام جيبي لينا التصويره وقولوا لينا كيفاش ولا. وانا فعلا من بعد 10 ايام مشيت باش نوقف تما كنسول شي طبيب، ما كانش اللي عطاني وقت، بغيت نسول شي واحد كيقول لي وراه سميتو دابا ولينا كورونا، راه هنا ولا كورونا. مهم طبيب واحد الله يجازيه بخير، صراحه هو اللي وحيد اللي كنتلف حتى كنتلف وكنمشي عنده كنسولو كيجاوبني، هي هذيك. بقى السيد كنتسناو فيه اليوم يموت غدا يموت، اليوم يموت غدا يموت، بقينا معاه بشويه بشويه الحمد لله. السيد بدا كيتحسن، بدا كيتحسن، ما نكذبوش على ربي، بدا كيتحسن شويه، كانوا اليدين راكدين عليه، رجلي كانوا راكدين عليه، والواعره هي ان قدامه خارجين ليه من حاشاك خامجين، قدام ديالو خامجين. مشينا ثاني هزيناه، منين فاق شويه درنا ثاني في الكروسه، هزينا دينا ثاني المستعجلات عندهم، صيفطونا عند مولين الرجلين في 32، من 32 حنا نتجاراو، ديروا الراديو، ديروا البلاكات العروقات، ديروا هادي، ديروا هادي. بقينا دابا لحد الان باقي كيسواني على قدام ديال رجلو، كانوا غيديروا لي واحد العمليه لان اللحم قالوا لينا طلع
ما بقاش خصو يتقطع هذاك الشيء. كذبش عليك والدوايات وهذا الشيء راه اختك اللي كتقاتل، ويعني العائله الصغرى فهمتي، غير العائله الصغيره هي اللي كتقاتل. دابا هو راه معطونا باش نتبعوا عن طبيب نفساني، متبعين الطبيب النفساني ومتبعين الطبيب ديال الرجلين ومتبعين على الطبيب ديال اليدين. حنا دابا كنعانيو يعني غير داك الجريان باش تمشي وتجي وتاخذ ديال رونديفو راه كنتكرفصوا. كنظن انه اهمال، حيت انه منين دخل هذيك السبع ايام كان تما كانوا يقدروا يديروا لي شي حاجه، لان ملي كتسولي الطبيب كتقولي لي علاش ما يا اما عمليه شنو ما كيجاوبوكش ما عرفناش حد الان. الان حنا ما عرفناش داك علاش بقى تما، علاش تتنفخ ليه العظم، واش ما شرحوش لينا. حنا دابا حنا كنقولوا اهمال لانه ما شرحوش لينا هما علاش بقى سبع ايام تما في المستعجلات مليوح. حتى ان السيد حيت نورمال خصو يبقى متكي يشدوه يرتاح يبنجوه ولا يغيبوه وما تيرتاح، هما عطاوه لينا بقى السيد كيتململ وكينوض وكيتحرك. يمكن هذاك الساعات زاد عليه النزيف الدماغ ديالو، زاد النزيف هي فاش وقع عليه هذا المشكل. حنا قالوا لينا جمعوا دابا راه نهار 21 في شهر 9 ودفعنا الدوسي انه واش داروا لينا، ديروا السكانير عاوتاني وديروا البلاكا وديروا التخطيط القلب وديروا هادي والتحاليل وكلشي درناه بانه يعاود يديروا العمليه غير شكلا، غير باش ما يبقاش المظهر ديالو، باش نظره المجتمع ما تبقاش تشوفو، حيت اللي كيشوفو كيبقى هو غيبقى حس ديما بواحد النقص، غير باش الشكل ديالو شويه يتقاد شي عظام هنا ولا ما نعرف شنو هذاك الشيء اللي غيلصقوه ليه هنايا. قالوا راه ماشي نورمال دابا خويا انا هذا ماشي نورمال ولا بحال معاق ذهني، حيت ما بقاش سيد نورمال صراحه، ما بقاش نورمال، ما بقاش كيفهم، ما بقاش كي شي حاجه يديرها بوحدو الا ما درتيها معاه انت ما يديرش، لا ما بقاش معتمد على راسو، يعني معتمد على شي حد خصو يكون معاه. واخويا المطالب ديالنا حنا دابا كنطلبوا شي واحد يساعده بصراحه، يعني دابا هو واحل في المعيشه ديالو. حنا ما نكذبوش على ربي، حنا ماشي لاباس علينا وماشي حنا حدو قدو على قد الحال يعني، وكل واحد عنده المعيشه ديالو محدوده يعني ماشي تغلبنا، ولكن الله ما كنقولوش حنا الله ما كيخلي حتى شي واحد. ما هو ما عرفناش شنو، ما كذبش عليك ما عرفناش واش شنو خصنا نديرو ليه ما عرفناش. المهم كان حنا راه كنحملوا المسؤوليه الاولى، بعدا الاولى كنحملوها ما نعرف نقول لك الدوله ما دارت ليا، ولكن كنحملوها لهذوك الاطباء اللي كاينين تمايا اللي في المستعجلات ديال الانعاش، هذوك هما اللي تكرفصوا عليه بصراحه. اما الطبيب اللي داروا لي العمليه راه ما غاديش نقروا الجميل ديالهم، راه داروا لي العمليه وراهم عتقوه من الموت، ولكن اخويا الاولين اللي كرفصوه هما اللي ما زربوش عليه بصراحه. احنا باش ما نعطيوش كل واحد الحق ديالو. واحد الكلمه غنقولها بالنسبه للسيد اللي ضربوا، يقدر يشوف الفيديو ويعرفوا 100%، انت راه في الدنيا وعلى الاقل واضعف الايمان منين ضربتيه وعرفتي الضربه كراف، كنتي غير تجي تطلع عليه تشوفو لانك عرفتي راسك شنو داير، وانت مشيتي ودورتي الدوسي كامل الحساب ديالك انت. حنا ما مشيناش، حنا بقينا مشغولين مع الاخ ديالي في السبيطار، ما شلنا دوسي ما تبعناه ما قربناش ليه، خليناكم درتو اللي بغيتو، ولكن راه كاين الحساب الى يوم الدين.